طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. الموقع المصدر أونلاين: مقتل عناصر من ميليشيا الحوثي أثناء قيامهم بزراعة الألغام غربية تعز. صحيفة الأيام تتحدث عن مدينة يتم تعديل مخططات شوارعها وفقا لمنازل النافذين. وفي أخبارنا المنوعة: ترويج يوتيوب لنظرية تقول بأن الأرض مسطحة وليست كروية. أهلا بكم إلى الخبر الذي سيرافق اليمنيين لمدة طويلة، حيث نطالع من موقع الصحونات. أغلبهم أطفال، استشهاد وجرح 45 مدنيا بألغام الحوثي في شبوة خلال عام. وقال الموقع إن فرق التوعية بمخاطر الألغام في مديريات بيحان وعين وعسيلان بمحافظة شبوة خلال عام 2018 تمكنت من رصد وجمع بيانات 45 ضحية وإصابة ناجمة عن الألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال منسق البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام الدكتور علي الشاعري إن الألغام الحوثية أودت بحياة 7 حالات من بينها 3 أطفال، فيما أصيب 38 شخصا بينهم 23 طفل. موقع المصدر أونلاين يورد واحدة من الحوادث التي وقع ضحيتها القتلة أنفسهم. وفقا للموقع، مقتل 6 حوثيين كانوا يزرعون الألغام غربية مدينة تعز. وقال مصدر عسكري حكومي للمصدر أونلاين إن المسلحين الحوثيين كانوا يزرعون ألغاما غرب جبل المنعم المطل على منطقة الربيعي، وأن لغما انفجر فيهم خلال زرعه في الأرض. وأشار إلى أن الحوثيين بدأوا بزراعة شبكات ألغام جديدة في ضواحي تعز، وأدت تلك الألغام التي زرعت بطريقة عشوائية إلى مقتل مئات المدنيين في مدينة تعز، بالإضافة إلى إصابة المئات بإعاقات مستدامة نتيجة إصاباتهم. ثورة اليمن الأولى كما يصفها أحمد عبد الملك المقرمي في مقاله المنشور في موقع الصحونت مضيفا: مرت علينا يوم 17 فبراير ذكرى ثورة عام 1948 ميلادية، الثورة التي زعزعت جذور الإمامة المتوكلية. بصرف النظر عن عدم نجاحها، لكن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنها مثلت المسمار الأكثر تأثيراً في نعش الكهنوت. لم تأتي الثورة اليمنية الأولى من فراغ، ولا جاءت رغبة دون أسباب، فالحكم الإمامي المتخلف يغني عن كل الأسباب، فكيف وهناك 1000 سبب وسبب في بلد كان مصوراً بالظلم ومغلقاً بالجبروت، وتخلو كامل تربته الطاهرة عدا ما كان تحت الاحتلال من أي منتج من منتجات القرن العشرين، وإن أنتج ذلك الحكم الكهنوتي المتخلف الجهل والحرمان والمرض. مبكراً أراد اليمنيون تغيير واقعهم وإعادة بناء حاضرهم ومستقبلهم، والتخلص من عقليات حاكمة تزعم لنفسها الحق الإلهي في الحكم، بينما لا تعرف أقل القليل عن واجب الحاكم تجاه الشعب والوطن. وخلافاً لذلك، فإنها تعرف مصادرة الحريات عامة واختطاف قوت المواطن من يده وفمه. جاء يوم 17 فبراير عام 1948 ليزعزع ذلك الجبروت، وهي ثورة كانت نتاج جهد حاول هدم قلاع الظلم الداخلي والمكر الاستعماري. فكان حزب الأحرار، وكانت الجمعية اليمانية الكبرى، وكان الاتحاد اليمني، وكان الميثاق الوطني المقدس، كما كان الزبيري والنعمان والحورش والمسمري والأغبري والسلال والقردعي ومحيي الدين العنسي والفضيل الورتلاني وجمال جميل وغيرهم كثير. أغرب الاتفاقات تعقد بين اليمنيين وفقا ليمن مونيتور. اتفاق الحديدة الجديد لا يوقف الحرب ولا يصنع السلام في اليمن. وقال الموقع إنه في أعقاب جهود الأمم المتحدة استمرت أسابيع لإنقاذ اتفاق الحديدة غربي اليمن المتعثر، توصل الطرفان إلى اتفاق مرحلة أولى للتنفيذ، لكنه ما يزال غامضا وتشوبه الكثير من الاستفهامات كما قال مسؤولون حكوميون. وقالت الأمم المتحدة إن الطرفين وافقا على البدء بسحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي بموجب اتفاق برعاية المنظمة الدولية. وقال مسؤول حكومي في عدن مطلع على المشاورات إن الاتفاق لا يحدد جدولا زمنيا معينا، لكن الحديث جرى على انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة 5 كيلومترات
وانسحاب القوات الحكومية كيلو متر واحد من كيلو 7 لفتح الطريق إلى صنعاء. وأضاف المسؤول الحكومي في حديثه اليمن مونيتور أن هذا الاتفاق لن يكون كاملا دون معرفة المرحلة الثانية والاتفاق عليها وطبيعة قوات الأمن التي ستكون مسؤولة عن تأمين المدينة والموانئ وكذلك السلطة المحلية التي ستديرها ومصير الإيرادات. تابعت صحيفة الأيام الصادرة في عدن واحدة من أبرز القضايا في لحج وعنونت الصحيفة: أراضي لحج تعديل مخططات لحساب نافذين استحدثوا مبان في شوارع عامة. وتنقل الصحيفة عن وكيل المحافظة ورئيس لجنة معالجة قضايا الأرض محمد سلام، والذي تحدث في اجتماع خصص لمناقشة البسط على الأراضي، قوله إن الخطر الأكبر الذي واجه المحافظة هي تلك العقود التي صرفت لمواطنين بموجب مخططات صادرة من قبل هيئة الأراضي وبأعداد كبيرة ولم يتمكنوا من أراضيهم. وقال سلام إن اللجنة كشفت العديد من الوثائق المزورة، إضافة إلى إسقاط هيئة الأراضي ملفات تحمل أسماء أراضي وهمية غير موجودة في الواقع. لكن أخطر ما في الأمر هو وجود مخططات تم تعديلها عما كانت سابقا لحساب أشخاص قاموا بعمليات بناء في شوارع عامة. وقرر الاجتماع الذي عقد في لحج توقيف أي استحداثات أو بناء في جميع أراضي المحافظة حتى يتم تحديد أملاك الدولة والاستثمار والزراعة والأوقاف والأشغال العامة. كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة سرية من الأمن العام والحزام الأمني والشرطة العسكرية والنجدة بالمحافظة لحماية الأراضي العامة. الطبقة الوسطى رهان المجتمعات ورهان القرن. تحت هذا العنوان كتب بير لوي ريمون مقاله في صحيفة القدس العربية. خلافا لما دعا إليه سقراط حين قال اعرف نفسك بنفسك، لا يزال الطريق أمام الطبقة الوسطى طويلا لتعرف نفسها بنفسها. وعلى الرغم من أن الطبقة الوسطى تمثل عصب التحول الديمقراطي للبلدان، أكانت تحكمها أنظمة ديمقراطية أصلا أو أنظمة موصوفة بالاستبدادية، أو إن تعمقنا في علاقة الحكم بالأديولوجية الشمولية. لكن هناك سؤال أقل طرحا نؤيد من يطرحه أيضا: كيف نصنع معارضة؟ أو بعبارة أخرى، كيف نصنع النظام الذي سيأتي بعد إسقاط النظام؟ حين رددت الشعوب العربية شعار الشعب يريد إسقاط النظام، أشك في أنها قصدت إسقاط التعليم والصحة والاقتصاد. أكيد لا، الشعب أراد وضع حد للفساد والمحسوبية وقمع الحريات الفردية ومنع التعددية وتكريس منطق الانتفاع من خيرات البلاد على حساب المصلحة العامة. ليست البلدان العربية فقط هي التي تعيش أزمة الطبقة الوسطى وتتساءل يوماً بعد يوم عما إذا كانت الأخيرة قادرة على قيادة البلاد. الأزمة أزمة عالم بالكامل يدرك تماماً أن الطبقة الوسطى شرط لا غنى عنه لإنجاز الاستحقاقات الأساسية للتحول الديمقراطي. الخطاب واضح، يتوجه للصحفي، للجامعي، للمحامي، للقاضي وللمصرفي، والسؤال واحد: أين أنتم من التحول على المدى البعيد؟ تواجه الطبقة الوسطى في الوقت الراهن أكبر تحدياتها، وهو قيادة الثورة الفكرية القادرة على تثبيت دعائم الديمقراطية الحديثة. فإن لم تستعد لها، لن تخفق في أداء دورها فحسب، بل لن يعد أي تحول يدعوه البعض ديمقراطياً كونه تحولاً سطحياً. والأيام بيننا. منظمة سام للحقوق والحريات تدين استمرار استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن من قبل مختلف الأطراف كما نقلت صحيفة العرب الجديد، وتطالب بضرورة توقف مسلسل استهدافهم وتوفير بيئة آمنة وخالية من الانتهاكات لضمان ممارسة الصحفيين مهامهم من دون قيود أو تهديدات. وبينت سام، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، في بيان لها أو في بيان صحفي لها، أن الشهرين الماضيين شهدا تصاعدا ملحوظا في استهداف الصحفيين، إما بالاعتقال أو القتل أو المنع من السفر، فضلا عن اقتحام المؤسسات الإعلامية. أوضحت أن آخر الانتهاكات التي وثقتها كانت حادثة اعتقال الإعلامي زبين عطية في شبوة في 11 من فبراير من قبل القوات الخاصة وإيداعه في سجن شرطة عتق من دون أمر اعتقال من النيابة. وفي مدينة تعز اعتقلت قوات تتبع أبو العباس الناشط الإعلامي والحقوقي أبو بكر البريكي من منزله
أو من منزل أحد أقاربه في قرية الكدحة التي فر إليها قبل سنتين على خلفية انتقاداته للانتهاكات والممارسات الإماراتية في عدن. وذكرت سام حادثة أخرى وقعت أيضا في مدينة تعز، حيث اعتقل جميل الصامت من فراش المرض من قبل قوات تابعة للجيش بتعز، بحسب بلاغ تلقته سام على خلفية قضايا تتعلق بالنشر. وأشارت إلى حادثة مقتل الصحفي زياد الشرعبي مصور قناة أبو ظبي في مدينة المخا، وإصابة الصحفي فيصل الدبحاني نهاية شهر يناير الماضي، واللذين كانا في مهمة صحفية نتيجة انفجار دراجة نارية وضعت قرب مطعم كانا يتناولان فيه طعام العشاء. الطغاة يعيشون إلى الأبد، تحت هذا العنوان كتب أيمن يوسف مقاله المنشور في القدس العربية. هذه الحالة من الكوميديا السوداء التي تعيشها المنطقة العربية تفرض علينا أن نسأل أنفسنا، هل هذا حقيقة هو ما يستحقه الشعب العربي؟ وهل تتحمل الشعوب العربية مسؤولية ما يحدث؟ ليس أصعب من طرح هذا السؤال إلى محاولة الإجابة عليه. لا شك أن استمرار هؤلاء الطغاة ما كان ليحصل لولا تآمر عصبة من الفاسدين والمستفيدين، وتسخيرهم لغيرهم بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، وباستغلال سذاجة شريحة كبيرة من فئات الشعب. ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن الأغلبية الصامتة التي توقفت عن الحراك ومحاولة التغيير والاكتفاء بما في القلوب على اعتبار أن ذلك أضعف الإيمان، هي من تمتلك الكلمة السرية ومفتاح التغيير، وهي وحدها القادرة على القول الفصل. فهل ستستمر الأغلبية الصامتة في صمتها ويزداد الطغاة في معيشتهم السرمدية الأبدية، حيث بات من المؤكد أن الشعار الذي اتخذه شبيحة النظام إبان الثورة السورية الأسد إلى الأبد قد أصبح حقيقة مؤكدة لا مجال للشك فيها؟ بل إنني أبشركم أن شعار الأسد ليس محصوراً ببشار، بل هو مستمر في نسله إلى أبد الأبدين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكما تم تعديل الدستورين الجزائري والمصري، فقد تم تعديل الدستور السوري كذلك من قبل مجلس الشعب بعد وفاة حافظ الأسد لتمكين نجله بشار من الترشح للحكم، نظراً لخلو المواطنين السوريين من الجينات السماوية التي تسمح لهم بممارسة شؤون الحكم. تتحدث أخبار عن ترويج يوتيوب لنظرية تقول بأن الأرض مسطحة وليست كروية كما ورد في موقع شبكة البي بي سي، وحذرت دراسة من أن موقع يوتيوب لبث مقاطع الفيديو التابع لشركة جوجل الأمريكية يتبنى نظرية المؤامرة ويلعب دورا بارزا في إقناع بعض الناس بأن الأرض التي نعيش عليها مسطحة وليست كروية. ورصدت دراسة آراء الناس في مؤتمرات حول نظرية الأرض المسطحة أو المستوية، وتوصلت إلى أن غالبية مقاطع الفيديو التي يتم الاستشهاد بها جاءت من موقع يوتيوب وتلعب دورا رئيسيا في الترويج لهذا. وأكد المشاركون في مقاطع فيديو زعمت وجود دليل ضخم يثبت أن الأرض لم تكن كوكبا كرويا. وقالت آشلي لاندروم من جامعة تكساس تيك التي أجرت هذه الدراسة، يجب على يوتيوب بذل جهد أكبر لتوفير معلومات دقيقة للزائرين بجانب هذه المقاطع التي تتحدث عن أن الأرض مسطحة. وأضافت البروفيسورة آشلي، يقدم موقع يوتيوب الكثير من المعلومات المفيدة، لكن هناك أيضا الكثير من المعلومات الخاطئة. بسبب صعوبة اللغة وعدم إيجاد العمل المناسب لمؤهلاتهم التعليمية والمهنية، يضطر بعض اللاجئين إلى العمل لدى أرباب عمل عرب وفروا لهم هؤلاء فرصة عمل غير قانوني في أغلب الأحيان، لكن في المقابل استغلون ظروفهم. وفقا لموقع دوتشي فيلي الألماني، سوق العمل بألمانيا استغلال لاجئين عرب من قبل أبناء جلدتهم. وأحصى تقرير المعهد الألماني لحقوق الإنسان عدة قطاعات تشهد استغلال العمال المهاجرين في ألمانيا، من بينها قطاع صناعة اللحوم والنقل والرعاية الصحية المنزلية والتنظيف. أما عن أسباب هذه الظاهرة فذكر التقرير العديد منها أيضا، مثل عدم إيجاد اللغة أو إتقان اللغة وجهل الحقوق القانونية، إلى جانب عدم وجود أدلة تثبت حدوث حالات من الاستغلال. كما يذكر التقرير أن العمال المهاجرين لا يجدون بسهولة فرص العمل على وأيضا الحصول على استشارات قانونية
أو عامة من جهات مستقلة عن أرباب العمل. ويذكر التقرير أيضا أنه في كانون الأول ديسمبر عام 2018 تم تسجيل 456 ألف لاجئ يبحثون عن العمل في ألمانيا، من ضمنهم حوالي 175 ألف لاجئ عاطل عن العمل، أي ما مجموعه 8% من العاطلين عن العمل في ألمانيا. الحزن والسعادة، هذه المشاعر المتناقضة تماما تعبر عنها مجموعة من الصور. هذه في صحيفة الديلي تيليغراف، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتور. إلى الصحف. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.